فترات التعليم تتراوح بين شهر وسنه ونص تقريبا، غير معنا فاضل صار له تقريبا سنتين ونص تعلم كمانجة. لحد هسه الطلاب اللي معنا هن عمليا مكفين، وانا شايفهم كثير مميزين وموهوبين حقيقه، وبحييهم وبحيي اهلهم اللي هن عم يدعموهم وعم يحطوا يمكن اغلى ما عندهم من شيء يعلمون لاولادهم. لكم اهلا وسهلا فيكم، اتمنى تنبسطوا بالدروس. Thank you.
في الصيف.